السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب اخباركم ايه ده فيديو جديد في مجموعات اونلاين مع مستر محمد ديب طبعا الشباب احنا في المجموعات بنحل ثلاث كتب ماي فريند فاينر فيجن سينيور فاينر فيجن وادي كتاب جيم فاينر الفكره من حل كتب كتير ان انت يبقى عندك خلفيه عن كل الأفكار اللي موجوده في كل الكتب النهارده ان شاء الله عندنا جرامر يونت 5 درس كان سهل جدا جدا اللي هو بتاع سوزت ذات ساتش ذات تو تو انف نسمي اللاب بروحه كده يا شباب ونبدا نشتغل اول جمله عندي بيقول ايه يا ابن فيها؟ بيقول it was it was delicious cheese that all of it was eaten and nothing was left ده هي كانت جبنه طعمها جميل جدا delicious ذات كلنا او كلها اتاكلت ما بقاش فيها حاجه طبعا احنا تركيزنا كله ان في النص جاي كلمه ذات يبقى انا بتكلم في مين؟ so ذات او such ذات بس انا عندنا في صفه وجاي بعدها هنون يبقى ساتش طب مستر ده لي تحت ساتش اه وساتش بس ارجع للنون الاسم الموجود عندي كلمه تشيز جبنه لا تعد يبقى اختار ساتش بس لازم اختار ساتش ايه لما يكون اسم مفرد معدود طيب ماي father لوكس يانج ذات المرة دي جملة سهلة ادي برضو كلمة ذات وادي صفة بس يبقى سو يانج ذات يبقى والدي يا ابني سو يانج ذات. ذي وركت سو سبيس ذات. هم اشتغلوا سو سبيس ذات اشتغلوا يا رجالة بجد واحد يقول يا مستر طب هم اشتغلوا هاردلي اقول لك لا كلمه هارد اللي هي معناها يا جماعه صعب او او جاد الحال بتاعها برده هارد يعني يقول لك هي وركد هارد بيشتغل بجد انما هاردلي يعني بصعوبه او بالكاد انما الحال بتاعنا هنا اللي هو كلمه هارد She is space to turn off the all the tips before leaving مستر بروحها كده الدرس ده كل تركيزي على مين في النص معايا ده جاي كلمه تو ما لقيت في نص مستر تو اقف لان حاجه من اتنين لا اما تو الصفه تو المصدر لا اما انف تو طيب انا كده هستبعد مين ساتش مش معايا مستر وكده كده احنا قلنا ان الصفه ما تجيش بعد انف يعني مفيش اسمها انف كيرفول يبقى دي مش معانا يبقى تو كيرفول وكيرفول انف الفكره بقى كلها الصفه ايجابيه ولا سلبيه البنت دي حريصه إنها هي كل الانوار قبل ما او كل الحنفيات قبل ما تنام او قبل ما تغادر يبقى دي حاجه ايجابيه يبقى كيرفول انف يبقى كيرفول انف She was wearing elegant clothes that all people admire it. أنا عندي كلمة ذات ماشي، صفة نون، أخش على ساتش، طب كلوز ملابس جمع، ما ينفعش ساتش آه يبقى ساتش بس. He is keen to get، أه أنا خاف من الجمل دي. ليه بقى يا ريس؟ لأن كين متحمس تو، إيه ده مستر ده تو يبقى أنا بتكلم في تو، قال لك لا أكمل هو كلمة keen to get a medical profession. هو حريص ان هو يحصل على مهنه طبيه زت اهي يبقى ما عليك لما يجيب لك كلمه تو بعد الصفه دي مش تبعنا يا جماعه تكمله الجمله الثانيه زت اهي فكان هتقول في درس جرامر لما لو اتفرجت على الفيديو بتاع الجرامر انا ركزت على الفكره دي ما امشيش بعينيا بعد الاسم الاقي تو اقف لا كمل ده هو حريص ان هو يحصل على مهنه في الطب او مهنه طبيه زت يبقى دي يا جماعه صفه بس ما لكش دعوه ده كله فيه زت يبقى احنا خدنا سو الصفة سو الصفة ذات The bus is a space old to go further than الأوتوبيس ده قديم قوي يعني هو يجري أكتر من 80 كيلو متر في الساعة فأدي في النص كلمة تو يبقى أنا عند الشباب لما تو الصفة لما ينف كده كده أصلا الوحيدة اللي بيجي بعدها اللي الصفة اللي هي تو ومعناها سلبي الباص ده مش هينفع يجري أكتر من 80 كيلو I was once a space to run a very long way <applause> أنا كنت مرة كده لائق بدنيا إن أنا أجري مسافة طويلة في في النص كلمة تو يبقى استبعد ساتش واستبعد سو so. ممتاز تو فيت ولا فيت إنف دي صفة إيجابية يبقى فيت enough I was tired ذات سهلة دي يا رجالة tired ذات يبقى so tired ذات مرهق جدا للأرض it was important ليكتشر that all students were keen to attend it important lecture that صفة جاي بعدها اسم مفرد ذات يبقى such a أو an <applause> طب important حرف متحرك يبقى such an important he is a space to go out to buy food himself عندي في نص كلمة مين to <applause> درس سهل درس لذيذ يا شباب فعندي يبقى عندي تو تايرد و تايرد هنا تايرد جاي بمعنى سلبي يبقى تو تايرد تعبان جدا he speaks rudely to all his neighbors that they avoid him and his family هو بيتكلم بوقاحه كده مع كل جيرانه ذات برضه ما تحكش عليها بكلمه تو دي مش تبعنا ده هو بيتكلم بوقاحه لمين انما هنا في ذات يبقى الصفه يبقى سو الصفه ذات. The king goes to space to meet Mr. rassendil in the forest before the coronation الملك كان ايه إنه هو يقابل Rasindel في الغابه قبل التتويج انا عندي هنا في to meet يبقى اما اقول too lucky او lucky enough lucky صفه ايجابيه يبقى هو lucky enough

The bank, the bank was is best crowded to find seat for my grandfather. البنك يعني زحمة قوي إن أنا ألاقي يا شباب مقعد لجدي. فهنا the bank was يبقى هنا يا شباب too crowded تو. صفة سلبية صعب جدا إن أنا ألاقي حاجة لجدي. This rucksack isn't the is best to get enough in. الشنطة دي يا جماعة مش مش كفاية حط كل حاجة فيها. طبعا أنا عندي هنا هنا وهنا كلمة بيج صفة إيجابية يبقى بيج إناف مش كبير طب مستر طب مش كبيرة قال لك لا ما أنت مالكش دعوة بالنفي ده أنت ليك دعوة كلمة بيج بالنسبة للكلمة دي نحط حاجات فيها حاجة كويسة يبقى بيج إناف مالكش دعوة هنا إز is أو إز أنت مالكش دعوة هي بيج إناف I am space of the long walk to school every day that بدأ يبعد لي ذات شوية عشان لخبطني بس أنا يا شباب أنا يعني space ركز في الجملة انا مرهق جدا ان انا اتمشى كل يوم يبقى هنا في حاجة اسمها so tired صفة بس يبقى so tired she speaks good english that ادي صفة جاي بعدها يا جماعة اسم بس الاسم هنا لا يعد يبقى such good english such good english alice father always says that he is a space young to understand politics ابو دايما بيقول انت ابن صغير جدا ان انت تفهم سياسه من غير ما أفكر مع ادي صفه وجاي بعدها تو الوحيده بتاخد كده تو تو the guy didnt speak for everyone to hear clearly الراجل المرشد مش بيتكلم بوضوح يا جماعه بصوت عالي عشان الناس تو هي تسمع فطبعا هنا عايز يا شباب اما تو يا اما انف ودي حاجه ايجابيه لاود بصوت عالي يبقى يجيب حاجه اسمها لاود لي انف لاود انف هل ينفع حاجه اسمها لاود انف لا هو بيتكلم بيتكلم دي عايزه حال بيتكلم ازاي لود لي انف ذا ميوزك وذ سبيس لود ذات الموسيقى كانت سو لود ذات صفه جاي بعدها ذات يبقى سو اي هاد بيج بريكفاست فاست ذات بيج بريكفاست يا جماعه يبقى لازم ده صفه جاي بعدها اسم يبقى حط ساتش طب اه المشكله هنا بقى هاخد مين يا شباب هاخد ساتش ا بيج بريكفاست طيب هي معلومه بس الناس الشاطره ان كلمه بيج المفروض ان هي اسم لا يعد المفروض اقول ساتش بس بس احنا في بعض الاسامي كده ما بتاخد صفه ينفع تاخد ايه وايه منهم بريك عشان بقول نوعه ايه يبقى هو ساتش ا بيج بريك يبقى ساتش ا بيج بريك ولا ساتش بس احنا عايزين نكون مركزين لا مثل ساتش ايه هو ما جابش غيرها ان وينتر اتس سبيس كولد تو ستي اوت دورز سبيشالي ات نايت طبعا في الشتاء بيبقى الجو ساقعه تو ستي بس حاجات عبيطه بقى تو حاجات دي ما افكار تو الصفة تو المصدر يبقى انا كمان عنديش افكار يبقى تو تو Fortunately الحسن الحظ the table was space for all of us to sit in يبقى كانت big enough كبيرة ان احنا كلنا نقعد عليها I have got many things to do that I don't know where to begin خدنا كلمة many بتاخد ايه so many so many that We had a good time on holiday that نفس الكلام يا شباب يبقى احنا خدنا such a good time وقت جميل جدا. will the stadium be a space to have 100.000 spectators آه uh, هل الأستاد هيبقى big enough أو large enough؟ في كلمة large يا ابني enough. It was horrible weather that horrible weather that يبقى such such horrible weather that. She was a space to listen to anyone speaking around him. بنت كانت الشباب يعني متضايقه قوي إنها يعني تسمع لأي حد بيتكلم حواليها. طبعا هنا البنت هنا فيه تو يبقى too angry تو too انجري تو the light wasn't shining for anyone to notice it the light النور wasn't shining or shining is peace النور ما كانش بيبرق كده أو يلمع يا معاة يعني brightly العايز حال ما هو بيلمع ازاي brightly enough ماشى bright يبقى brightly enough brightly enough The questions was space difficult for the student that ادي difficult for the student that صعب جدا على الطلاب يبقى الاختبار ده شباب is space difficult for the student that sit for the آه حتة جامدة قوي فكرة جميلة وفكرة أول مرة تتقال وخلي أي حد دماغه تلوح يا ليه بقى؟ الامتحان كان صعب جدا على الطلاب ذات فأي حد هيشوف ذات يقول لك إيه ده هيبقى سو so ذات طب تعالى استنى بقى ده هو صعب جدا على الطلاب اللي هم ذات سيد فور ذا اكزام اللي هم قعدوا للامتحان اللي هم بيمتحنوا فهنا ذات اللي هم عايد على الطلاب بيعمل زي كلمه هو بديل بتاعها ذات يبقى يعني اصلا دي مش تبعنا دي مش جمله جديده ده دي جمله الوصل بيوصف الطلاب فالامتحان كان صعب بالنسبه للطلاب تو انسر ان هم يحلوه يبقى تو تو فكره جامده جدا اول مره يبقى فكره حلوه كده اي حد يقع فيها الصراحه اي حد مش هيكمل اشوف كلمة ذات اي حد من الجمل الجامدة جدا حلوة الجملة دي اتس useful يوسفول بوك ذات برضو من ال... يبدا هنا بقى شكله كده دخل فين؟ في الافكار يا رجالة بس احنا خدنا الفكرة دي يوسفول بوك ذات قلنا ساتش ا آه او ان آه. بس يوسفول بتاخد مين؟ ساتش ا آه. يبقى انت معايا في الفيديو اتفرجت على اللي انا قلته كده It was amazing performance ذات صفة جاي بعدها نون ذات يبقى هنا يا جماعة بس خلي بالك يبقى such an عشان amazing صفة بدأ بحرف متحرك the earthquake was a space that the entire town was destroyed الزلزال كان قوي جدا لدرجة ان البلد كلها اتدمرت يبقى كان so powerful قوي جدا which of the following sentence has a negative meaning اي واحدة من اللي جايين دول ليها معنى سلبي this room is too big this room is big enough this room is so big it's such a big room طبعاً احنا قلنا يا جماعه المعنى السلبي بيجي مع كلمه اتس تو كبيره جدا يعني مثلا انا عايز امسحها لوحدي لا يا مستر كبيره قوي فتو بيج If you drink you won't get good sleep لو انت شربت قهوه ايه؟ مش هتنام يا ريس. لو انت شربت يا شباب قهوه ايه؟ If you drink space you won't get good sleep لو انت شربت قهوه كتير طب قهوه كتير ده يا جماعه تاخد ايه؟ هل تاخد so many؟ مستر بس يعني الكافي اللي ما بتتعدش ما ينفعش مع سو ميني كانت عايز سو ماتش ساتش كافي ما اناف ما تنفعش يبقى لو انت شربت تو ماتش كافي يبقى انت شربت يا جماعه تو ماتش كافي يعني قهوه كتير لما بيجي مع هنا ناون اسم اقول تو ماتش كافي عارف لو صفه كنت قلت ماتش تو ماتش تو هوت فراكس حته دي لما بيكون اسم هنا اقول يا جماعه تو ماتش كثير جدا للمعدود طبعا أو غير معدود لو معدود تو ميني There were so many footballs that I didn't know which one to choose. كان في كور كتير قوي أنا ما كنتش عارف أختار أني واحدة. فممكن أشيل so many وأقول إيه في إيه؟ ها يا شباب. يعني كان في كور إيه؟ ما أنا خدنا إن ميني ممكن أحط مكانها a lot of بس such a lot of. لأن a lot of تيجي مع مين؟ بتيجي مع such. It wasn't warm enough for me to go swimming. Means the same as ما كانش حاجة صعبة جدا عليا it wasn't warm enough for me to go swimming ما كانش الجو يعني دافي قوي ان انا اروح swimming ده معناه ان ايه يا شباب معناها ان انا مع يعني هو الجو ما كانش دافي قوي فمعناها it was too cold كان ساقع جدا ولا it was warm enough كان دافي درجة كافية ولا كان so hot for me to swim يعني حر جدا ان انا يعني اعوم ولا it was too warm for me to swim فطبعا خلي بالك عشان الكلام ده عايز واحد شاطر الجو ما كانش دافي ان انا انفع اعوم فيه هو كان too cold to swim كان ساعة ان انا انزل اعوم يا جماعه كان it was too cold to swim. which one of the following isn't true اني واحده مش صح؟ it was so hot that الجو كان حر جدا that I feel like having an ice cream ان انا يا شباب عايز ايس كريم الجمله دي صح يا ريس It was so hot that I feel like having an ice cream. It was such a hot day that I feel like having an ice cream. It was too hot. It was too hot. It was too hot that I feel like having an ice cream. It was so hot a day. That I feel like having an ice cream. واحدة تركيبة أنت لو أنت راجل مذاكر الدرس، إيه التركيبة أنت ما خدتهاش صح؟ هل إحنا خدنا حاجة اسمها تو هوت ذات؟ لا ما خدناش التركيبة دي، يبقى هي دي الغلط غلط بقول لك انا واحدة ازنت مش الصح. Do you know what languages؟ يبقى ده يا جماعة كده ال 40 جملة خاصين بيونت 5 درس جميل أفكاره سهلة فالدنيا ماشية فيه تمام. يا رب يا جماعة تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وهنكمل لكم بعد كده بقية الوحدات.